ماذا تفعلون؟ نحن نناقش عن المشكلة كبيرة لدى الطلاب في هذا العصر. أي مشكلة؟ مشكلة كبيرة جدا يا حبيبي، فلا بد علينا أن نواجهها. هذه المشكلة هي مشكلة تسلل الطلاب في طلب العلم. هيا نناقش معها. تفضل بجلوس يا سيدي. طيب، إذن ما هي العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة؟ أظن أسباب التي جعلت هذه المشكلة هي البيئة في الدراسة. أنا أعطيكم مثلا، في فصلنا كل الطلاب لا يشعرون بحب طلب العلم إلا طالبا واحدا. لا شك أن البيئة هي التي أدت إلى هذا. إذا الطلاب كسالى يؤثرون إلى الطلاب المجتهد ليكون طالبا كسالى في فصلنا. ولكني لا أتفق برأي تهمئة في مئة. لماذا؟ لأن هناك عوامل أخرى التي تؤدي إلى هذه المشكلة. أن نظام التعليم يركز في هذا العصر يركز على التعليم فقط ولا يركز على التربية. هل تتمع الإسلام على طالب العلم؟ طبعا يا صديقي، إن الإسلام قد أمرنا على المسلمين أن نطلب العلم، حيث رفع الله الدرجات الشخص الذين يطلبون العلم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت ذلك من أستاذي في الفصل، العلماء فوق المسلمين بمئة درجة، وما بين درجتين إلا مئة عام. ومن سلك طريق في طلب العلم يريد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا نرى أن طلب العلم له فوائد كثيرة، ما هي فضائل؟ العلم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. فعن بني المسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في الصدقين. أول رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي ويعلمها. ومن فضائل طلب العلم هي تيسير أشغال الناس. إن تقدم العلم ساعد اكتشاف الأجهزة التي تساعد في تيسير وتسهيل أشغال الناس، فها هي الأجهزة التي تساعد في تنظيف المنزل والأدوات التي تساعد في إنارة، والأجهزة التي تساعد في حفظ الطعام لأطول وقت ممكن، وأيضا استمتاع وقت فراغ. نعم، إذا هيا نرى إلى حياة العلماء، وهم قد بذلوا جهودهم إلى طلب العلم. مثلا حياة الإمام الشافعي في قوله: أخي لم تنا إيمان إلا بستة. يا أصدقائي، هل تسمعون النشيد عن هذا القول؟ صحيح.
أخي لن تنال أخي لن تنال أخي لن تنال علما أخي لن تنال أخي لن تنال أخي لن تنال علما إلا بستة إلا بستة إلا بستة إلا بستة زكاء وحرص وجهاد زكاء وحرص وجهاد شكوت إلى وطيء سوء الحجز فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم النور ونور الله لا يهدى للعاصي. أتساءل وأقول ما هي المشكلة إذا لم يهتم بالعلم؟ بالواقع سيعيش إلى مجتمع جاهل كما عاش ربي جاهلية. ولماذا لا يمكن أن نصبح كما أصبح الأرو في أصل عباسي مثلا؟ هم قوموا إنتاجات رائعة في مجال علم. هل يمكن أن نرى مجتمعنا يعيش في جهل؟ فليس هناك الدواء للجهل إلا بعلم. إذن ينبغي علينا أن نبتعد عن تلك المشكلة ببذل جهودنا في طلب العلم. إذن كيف نصبح كما المسلمين في العصر العباسي إلا بطريق هذا أي طلب العلم؟ وإذا نحن نرى أن الإسلام يهتم اهتماما شاملا وكاملا عن طلب العلم، فبذلك قال الله تعالى في سورة الأول وآية الأولى في القرآن، أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا انتهى الوقت، هيا إلى المسجد. هيا 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 هيا